طيب خلينا بقى ننتقل على الجانب الآخر، نادي البنك الأهلي طبعا اللي يعني بيعيش ساعات سعيدة جدا بعد فوزه الكبير بالأمس على نادي الزمالك. خلينا نرحب على الهاتف باللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي. مساء الفل عليك يا سيادة اللواء، وكل سنة حضرتك طيب. مساء الخير يا أستاذ أحمد، كل سنة وحضرتك طيب، وبتشرف دايما أن أكون معاك وكل المستمعين والجيل بخير إن شاء الله. شرف ليا اكيد يا سياده اللواء، وباركت لك من ايام على فوز غالي جدا للبنك الاهلي كان على حساب بيراميدز في الدوري، وابتدى الموقف يتحسن كمان دلوقتي في فوز مهم وانتقال الى دور الثمانيه في كاس الرابطه. ازاي شفت هذا الفوز، وازاي بيفكر نادي البنك الاهلي خلال الفتره الجايه سواء على صعيد الدوري او على صعيد كاس الرابطه؟ والله الحمد لله يا احمد، احنا كنا من بدايه الموسم يعني كانت النتائج وضعنا في الجدول مش ده اللي كنا متوقعينه خالص بعد الشغل اللي عملناه في بداية الموسم. صحيح. وبرضو كان في تغيير للأجهزة الفنية، لكن الحمد لله يعني استقرينا مع المدير الفني الكوف بابا فاسيليو، وطبعا هو كان محتاج شوية وقت بس بحيث ان هو يتعرف اكتر على امكانيات اللعيبة واللعيبة برضو تستوعب الفكر بتاعه. الحمد لله ده شفناه في الفترة الأخيرة بدأت تظهر نتائجه، والمباراة بتاع بيراميدز يعني مع فريق كبير، بعدين الماتش بتاع الزمالك امبارح، وان شاء الله بنتمنى ان احنا نواصل الانتصارات، لان طبعا المهم جدا الدوري، لان الوضع بتاعنا يعني في المكان ما لا يليق بينا. وان شاء الله يعني بنتكلم مع اللعيبه والجهاز الفني ان احنا بنطوي صفحه مباراه الزمالك بتاعت امبارح، عندنا ماتش مهم جدا جدا مع ام بي يوم الخميس في الدوري، وان شاء الله في حاجه ماسه الى الثلاث نقط عشان نواصل بإذن الله يعني الزحف نحو منطقة آمنة في جدول الدوري إن شاء الله. إذن هو طموح الفريق طبعا اتغير بعد النتائج السلبية أو الهزة اللي تعرض لها في بداية الموسم، فأكيد هو الطموح حاليا هو البقاء في الدوري، لكن بتكلم بقى على صعيد كأس الرابطة، يعني شايفين طموحاتكم إيه خصوصا بعد الفوز الغالي اللي حققتوه بالأمس، وهل في طموحكم الوصول إلى أبعد نقطة في هذه البطولة؟ طبعا أنت حضرتك دلوقتي يعني لو تقرا الثمان فرق اللي وصلوا لدور الثمانية يعني هتلاقي بدون الأهلي وبدون الزمالك وبدون بيراميدز، فأصبح يعني أعتقد المستوى متقارب ما بين الثمان فرق اللي هم وصلوا لدور الثمانية. هيبقى يعني الموضوع بقى هيتوقف على الأداء الرجولي في الملعب والقتال وبرضه التوفيق، فإن شاء الله أعتقد إن الثمان فرق حظوظها متساوية إنها في الفوز بالبطولة، وده هيبقى شيء يعني كويس جدا، لأن على حسب ما قلنا عرفنا ان شاء الله السوبر السنه دي يمكن بشكل مختلف هيتعمل من اربع فرق، بطل الدوري وبطل الكاس وبطل كاس الرابطه. صحيح. وفريق من المراكز الاربعه، فهتبقى يعني بطوله بتزداد اهميه بحيث ان هي هتخليك احد اطراف مباراه السوبر باذن الله. سيراميكا كليوباترا هو المنافس المنتظر للبنك الاهلي في مباراه دور الثمانيه، كان فاز عليه في مباراه الدوري 2-1، اكيد هيكون الاستعدادات مختلفه. كلمت مع مستر بابا فاسيليو يا ست اللواء، يعني كان المناقشه ما بينكم ايه بعد المباراه؟ ما فيش، هي المناقشه طبعا احنا ما بنبصش لبعيد، المناقشه كلها كانت تنصب على ان احنا نطوي صفحه مباراه الزمالك ونبدا نشتغل على ماتش انبي. احنا لغايه دلوقتي مش عارفين دور الثمانيه بتاع كاس الرابطه هيتلعب امتى، لكن اللي قدامنا اللي ظاهر واللي اتحدد مباريات الدوري. مظبوط. فاحنا خلاص طوينا صفحه مباراه الزمالك وطوينا صفحه منافسات كاس الرابطه، وبنبدا نستعد للدوري على اساس ان احنا زي ما قلت لحضرتك نحاول ان احنا نخرج من المنطقه ديت، وبرده يعني لا يزال هدفنا ليس هو البقاء فقط. مفهوم. يعني حضرتك عندك 12 مباراه ب 36 نقطه. صحيح. يعني برده 36 والنقط السنه دي في الجدول حضرتك الثلاث قريبه كلها من بعض. مزبوط. قريبه من بعض. مظبوط. فاحنا بنشتغل ان شاء الله على ان احنا يعني نجمع باذن الله يعني اكبر عدد من ال 36 نقطه اللي فاضلين لنا ان شاء الله الموسم ده. اخيرا سياده اللواء، قبل ما حضرتك تكون معايا بثواني كنت بتكلم عن خبر يخص حمدي علاء لاعب نادي البنك الاهلي، وان الزمالك عنده رغبه في نهايه او بنهايه الاعاره يعود من جديد للقلعه البيضاء، موقف الاداره وموقف حضرتك ايه؟ مفيش طبعا، هو العقد بتاعه اعاره لمده موسم، اذا نادي الزمالك يعني شايف ان هو يحب يستعيده ما عندناش اي مشكله. لو هو عنده الرغبه في اعارته برضه يعني هنتكلم لسه مع مسؤول الزمالك، وهيبقى يمكن يعني الكلام دوت في اطار يمكن على حاجات صفقات تانية متبادله يعني.
مفهوم. فلسه الموضوع سابق لاوانه باذن الله. كل التوفيق لحضرتك طبعا، كل التوفيق لنادي البنك الاهلي، بتقدمه مستوى جيد يعوض الفتره الصعبه اللي عشتوا فيها في بدايه الموسم. كل التوفيق لك يا سياده اللواء. الف شكر يا استاذ احمد، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. سياده اللواء اشرف نصار رئيس النادي البنك الاهلي، واللي اكد مديره الفني بقى للفريق طبعا مستر بابا فاسيليو، اللي اكد طبعا امبارح في تصريحات ما بعد المباراه ان الفوز اللي حققه الفريق كان فوز غالي جدا وفوز مهم حققه على حساب الزمالك بثلاثيه، وقال طبعا ان هو هيطوي صفحه هذه المباراه ويستعد مباشره إلى الدوري، لكن في نفس الوقت الفوز على الزمالك وبهذه النتيجة فهو دافع قوي جدا للاعبين.